بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية جميعا. مرحبا بكم بفيديو شرح المحاضرة الثالثة من شابتر 7. إن شاء الله بهالمحاضرة حنتحدث عن باقي العضيات الموجودة في الخلية. حكينا أول إشي بالمحاضرة الماضية عن الخلية بشكل عام، كيف شكلها وتركيبها. حكينا عن أهم عضي في الخلية اللي هو مين؟ النواة أو النيوكليوس. هسا نروح ندرس باقي الأورجانيلز أو العضيات الموجودة في الخلايا. أول شيء في عندنا الإندوميمبرين سيستم. شو الإندوميمبرين سيستم؟ ركزوا بيه. سيستم يعني جهاز، إندو معناها جوا، ميمبرين أغشية. فإذا الجهاز الذي يتكون من أغشية داخلية، وين داخلية؟ داخل الخلية، تمام؟ هذول لهم علاقة بالبروتينات ووظائف أيضية، ميتابوليك يعني أيض، تمام؟ رح ندرس شو معنى أيض بشابتر 10، فلا تدققوا شو معناها هسه. فإله علاقة بالأيض وإله علاقة بإيش؟ بالبروتينات. هاي الإندوميمبرين سيستم. هسه سؤال دائما بيجي كل فترة وفترة، اللي هو إنه مين أعضاء الإندوميمبرين سيستم؟ أو مين ما بنتمي لهاي العائلة؟ هيك الأسئلة بتيجي. لازم بالتالي نعرف كل اعضاء الاندوميمبرين سيستم. الاندوميمبرين سيستم هاي عباره عن اورجانيلز فيها غشاء حواليها، تمام؟ زي مين؟ زي النيوكليير انفلوب اللي هو درسناه قبل، اللي هو عباره عن غشاء. البلازما ميمبرين مش عباره عن غشاء برضه، يعني هذول سهلات جدا انك تحفظهم، صح؟ انهم جزء من الاندوميمبرين سيستم. كمان في عندنا الاندوبلازم كريتيكولم، في عندنا جولجي اباراتس، هذول اثنين حطوا لي اياهم مع بعض. في عندنا اللايزوزومز، الفيسيكلز والفاكيولز. شو الفيسيكلز؟ الفيسيكلز عباره عن حويصلات. ايش معنى حويصله؟ يعني عباره عن كره مجوفه فيها شغله. فالحويصله هيك بتكون عباره عن كره فيها شغله جوا، ممكن يكون سائل او مواد غذائيه او غيره. هي عباره عن وسيله للتواصل بين اجزاء في الخليه. فمثلا هون الخليه زي هيك، هون في عندنا اورجانيل، هون في عندنا اورجانيل، واحد حابب يودي شيء للثاني، كيف بودي؟ على شكل فيسيكل، على شكل حويصله، تمام؟ بتكون الشغله اللي احنا حابين ننقلها جوا الحويصلة. طيب هسا the membranes of this system are related to through direct physical continuity or transfer of membrane segment through vesicles. يعني هذول الأعضاء الستة اللي عندنا هون، أو هما سبعة، الفيسيكل فاكيول هي اثنين، وهذول باقي خمسة هي سبعة. هذول السبعة إما يكون في تواصل مباشر بيناتهم physical، يعني تواصل فيزيائي، يعني اثنين ملزقين ببعض مثلا. خلنا نشوف صورة. مثلا احنا حكينا الاندوبلازم كريتيكولم اللي هو هاي الشبكه، مثلا هي ملاصقه للجولجي اباراتس، تمام؟ فالجولجي لاحظوا انه بجنب ايش؟ الاندوبلازم كريتيكولم. فاما يكون في تواصل فيزيائي مباشر بين هذول الاغشيه، او انه يكون في مسافه بيناتهم. طب كيف بدنا نتواصل؟ هسه حكيت لكم اياها. لو بدنا نتواصل بين اور تو اورجانيلز بستخدمنا فيسيكلز، اللي هم عباره عن ساكس، عباره عن اغشيه صغيره فيها الماده اللي انا حابب انقلها. فإما التواصل بيكون مباشر أو غير مباشر عن طريق هاي النواقل. The various membrane are not identical in structure and function. هسا إشي بديهي جدا، إنه عندي أنا ست أو سبع أفراد، صح؟ كل واحد له اسم، بالتالي كل واحد له إيش؟ وظيفة، صح؟ يعني كل واحد له وظيفة منهم. هسا حندرس واحد واحد إيش وظيفتهم، بس مبدئيا كل واحد له وظيفته. فبالتالي هل تتوقع إنه تركيبهم نفس الإشي؟ أكيد لا. طب وظيفتهم؟ أكيد لا. فإذا الممبرينز الموجودة في هذول الأعضاء السبعة الأغشية اللي فيهم، كل واحد له شكل ووظيفة مختلفة، فكل واحد different. أو not identical in structure nor function، لا بالوظيفة ولا بالشكل، متشابهات مختلفات بكل شيء. فمثلا في اختلاف في الثيكنس في السمك ممكن يكون، أو molecular composition أو molecular composition اللي هو التكوين الخلوي أو الجزيئي لكل عضي. type of chemical reaction، العمليات الكيميائية المختلفة اللي ممكن تصير في كل واحد منهم. يعني مثلا بال ER بصير في protein synthesis مثلا، اللي هو تصنيع البروتينات. مثلا بال جولجي اللي هو shipping of the proteins. كل عمل يعني كل واحد فيه عمليات كيميائية محددة أو خاصة فيه، تمام؟ هاي المعلومة سوليها. هسا الاندوميمبرين أو الاندوميمبرين سيستم، أول مثال عليه اللي هو الاندوبلازم كريتيكولم. الاندوبلازم كريتيكولم عبارة عن biosynthetic factory، عبارة عن إيش؟ شو معنى بايو؟ حيوي، synthetic تصنيع. فإذا عبارة عن مصنع تصنيع حيوي، بصنع كثير شغلات حيوية. يعني إيش؟ يعني بروتينات، صح؟ مش درسناها أول شابتر 5، بروتينات، كاربوهيدرات، ليبيدز، وهكذا بصنع منهم وببني منهم أو بكسر. طيب هسا احنا حكينا الاندوبلازم كريتيكولم بالمحاضرة الماضية عبارة عن رف وسموث. خلينا نجي للصورة هون. هذا هو الاندوبلازم كريتيكولم. طلعوا كيف؟ أول شيء في عندنا هون النيوكليوس، شايفينها؟ هاي هي النيوكليوس. النيوكليوس فيها نيوكليير انفلوب، هاي انا بلونه باللون البرتقالي. هسا النيوكليير انفلوب اللي هو هي باللون البرتقالي، لاحظوا اول ما اطلع منه راح الاقي هذا الازرق. هذا الازرق عباره عن اندوبلازم كريتيكولم. هسا الاندوبلازم كريتيكولم نوعين، اما تكون عليها كثير دوتس، كثير نقط بنيه زي ما احنا شايفين بالصوره، فبالتالي بتبين خشنه، فبنسميها الرف اندوبلازم كريتيكولم، اي الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، او بتكون ملساء زي بحاله هاي، شو بسميها؟ السموث اندوبلازم كريتيكولم. فاذا اول درس لازم نعرفه انه الاندوبلازم كريتيكولم عباره عن رف، عباره عن سموث. شو الفرق بيناتهم؟ الرف خشنه، ليه؟ لانه فيها نقاط. شو النقاط هاي؟ رايبوزومز، صح؟ درسناها بالمحاضره الماضيه.
السموث ما عليه نقاط، اذا ما عليها رايبوسومز. طب من هاي الفكره لحالها بقدر افهم انه ايش، انه رفع الاندوبلازم كريتيكلم شو وظيفتها؟ تصنيع البروتينات. ليه؟ لانه مليانه رايبوزومز. وشو وظيفه الرايبوزومز؟ تصنيع البروتينات. بينما السموث شو مالها السموث؟ السموث لا تحتوي على رايبوزومز، اذا ما الها علاقه بتصنيع البروتينات، بس هي جزء من الاي ار. واحنا هسه حكينا الاي ار عباره عن بايوسينثيتك فاكتوري، فهي بتصنع. بس بحالتنا السموث اي ار ما بتصنع بروتينات، معناته بتصنع شغلات ثانيه، تمام؟ هيك تذكروها انتم. فاذا في عندنا سموث اي ار، رف اي ار، السموث اي ار لاكس رايبوزومز، ما فيش عليه رايبوزومات، بينما الرف اي ار ستديد مليان رايبوزومز، تمام؟ طيب هسه الاندوبلازميك ريتيكولم شو هو تعريفه؟ عباره زي ما احنا شايفين هون بهي الصوره، عباره عن شبكه من الاغشيه وشبكه من الانثناءات والانبعاجات، زي ما احنا شايفين هيك بتيجي هيك هيك هيك، صح؟ هذا هو الاندوبلازميك ريتيكولم. هسا الحبة الواحدة، شوف خلينا نرسم لك اياها هون، الحبة الواحدة زي هيك مثلا، هاي الحبة الواحدة شو مسميها؟ مسميها سيستيرني. والفراغ المتولد هون، شايفين هذا الفراغ راح يطلع معك، هذا شو مسميه؟ سيسترنال لومن او كافيتي او اي ار لومن، كله معناه تجويف او فراغ. فاذا الاندوبلازميك ريتيكولم عباره عن شبكه من الاغشيه زي ما هسه شفنا، او الممبرين هيك هيك، هذا ممبرين كلياته صح، تمثل تقريبا نصف الممبرينز داخل الخليه. لو رحت انا جوا الخليه نص الاغشيه اللي جوا راح تلاقيها عباره عن اندوبلازميك ريتيكولم، وبتتكون من شبكه من الاغشيه والانابيب. شو بنسميها هاي؟ السيستيرني، اللي هو هاي، هاي السيستيرني الحبه الواحده، تمام؟ وخلينا لونها بالبرتقالي، هذا هو السيستيرني. هسه في عندنا فراغ، هذا الفراغ شو بنسميه احنا؟ الاي ار لومن او كافيتي او سيسترنال سبيس، تمام؟ كلات نفس المعنى، لو ترجموها للعربي كلات معناها فراغ او ايش؟ او منطقه خاليه من الشيء، تمام؟ فراغ او فاضي زي هيك. هذول عباره عن انترنال كومبارتمنت، يعني شيء داخلي، اللب الداخلي، زي ما انتم شايفين هنا، من برا بيكون في عندك انت ايش؟ باللون البرتقالي سيسترني، من جوا بتلاقي انت الاي ار لومن او الفراغ. طيب، ذا اي ار سيبريتس The ER from the cytosol، يعني ال ER membrane الغشاء هذا بيفصل ما بين اللومن والسيتوسول. يعني طل هنا مثلا السيتوسول زي ما قلنا هو السائل الخلوي أو الانترسيلر فلويد، هذا هو مثلا، هاي هون لاحظوا أنه بنفصل عن ال ER لومن اللي خلينا لونه بقعة البرتقالية عن طريق هذا الغشاء باللون الأخضر. شو اسم الغشاء هذا؟ هسه درسنا سيسترني، تمام؟ أوكي، فإذا ال ER membrane او اللي هو السيستير اللي بيفصل عن السيتوسول الاي ار لومن، تمام؟ الاي ار لومن هون، السيتوسول هون، شو الفاصل بيناتهم؟ اللي هو الممبرينز او اللي هو السيستير. الاي ار ممبرين از كونتينوس وذ النيوكليير انفلوب، معلومه جدا جدا مهمه، اللي هو انه النيوكليير انفلوب اللي هو الغلاف النووي متصل مع الاندوبلازميك ريتيكولم. طلعوا هون، هذا هو النيوكليير انفلوب، شايفينه؟ لاحظوا انه في نقاط معينه زي هاي، لاحظوا انه متصل مع مين؟ مين الازرق هذا؟ الاندوبلازم كريتيكولم، صح؟ طبعا بما انه في بقعه، اذا هذا الرف اندوبلازم كريتيكولم. فلاحظوا انه في اتصال بين الفراغ اللي هون والفراغ اللي هون، صح؟ واضحه هاي، جد جد مهم المعلومه، ها؟ فالاي ار ميمبرين الاغشيه هاي تبعت الاندوبلازم كريتيكولم متصله مع النيوكليير انفلوب، فبالتالي الفراغ تبع النيوكليير انفلوب متصل مع الفراغ تبع الاي ار او الاندوبلازم كريتيكولم. تعودوا انتم على الاختصار، عشان يعني بلا مؤاخذه نطقها صعب جدا حتى علي انا، اندوبلازم كريتيكولم اندوبلازم كريتيكولم، بدك تعيدها 10 مرات بيطلع لك شيطان وراك، صح؟ فلا، انت خلص تعودوا على الاختصار، اسمها الاي ار، الاي ار متصل مع ايش؟ مع النيوكليير انفلوب. طيب هسه زي ما قلنا في عندنا نوعين، في عندنا سموث اي ار، رف اي ار. الرف اي ار حكينا مليان رايبوزومز، فاذا شو وظيفته؟ تصنيع البروتينز او البروتينات. السموث اي ار شو وظائفه؟ هسه حندرس. اول شيء تصنيع الليبيدز، تصنيع الليبيدز زي مين؟ زي الستيرويدز. من اشهر الامثله على الستيرويدز السكس هرمونز، الهرمونات الجنسيه. هسه شوفوا كيف اماكن تصنيع الهرمونات الجنسيه لازم تكون مليان بها سموث اي ار. طب ليه؟ لانه السموث اي ار هو المسؤول عن تصنيعها. فاذا إذا بدها الخلية تصنع كثير كثير هرمونات جنسية، لازم يكون في عندها كثير كثير سموث اي ار، عشان هاي وظيفته. مثال على ذلك الجونادز اللي هم الأعضاء التكاثرية في الإنسان. هسا في عند كل إنسان سواء ذكر أو أنثى في عندهم أعضاء خاصة، هاي الأعضاء الجنسية المسؤولة عن جنس الفرد، تمام؟ هاي كيف هي مسؤولة عن جنس الفرد؟ إنها تنتج الهرمونات الجنسية الخاصة في الذكر أو الأنثى، في حسب شو هو كان. مثلا لو كان ذكر راح تنتج الهرمونات الذكرية، تمام؟ بحالة كانت أنثى راح تنتج الهرمونات الجنسية تبعت الأنثى. حلو؟ حلو. هاي الخلايا، هاي الأعضاء، تمام؟ الخلايا تبعتها راح تكون مليانة إيش؟
مليانه سموث اي ار. طب ليه؟ لانه السموث اي ار هو المسؤول عن تصنيع، او مسؤول عن تصنيع مين؟ السكس هرمونز او الهرمونات الجنسيه. فهمتوا؟ اتفقنا؟ يعني هالاعضاء متخصصه في انتاج الهرمونات الجنسيه، فبالتالي مليانه سموث اي ار. زي فكره مين؟ زي لما حكينا بالمحاضره الماضيه، جفلني الزامور، زي ما لما حكينا بالمحاضره الماضيه عن الاماكن مليانه رف اندوبلازم كريتيكال ورايبوزومز، زي مين؟ خبرين زي البانكرياس اللي بصنع كثير كثير بروتينات، صح؟ طيب فنفس السيستم. هسا هاي الوظيفه الاولى له. الوظيفه الثانيه ميتابوليزم اوف كاربوهيدرات، ايض الكربوهيدرات، الايض يعني تكسير وبناء الكربوهيدرات. ديتوكسيفيكيشن اوف دراجز اند بويزنز، ازاله السموم والادويه. هاي مهمه جدا جدا، خاصه وين؟ في الليفر سيلز او خلايا الكبد. فخلايا الكبد مسؤول عن تنقيه الدم من السموم او الادويه. فديتوكسيفيكيشن، كيف بتصير عمليه ازاله السموم؟ يعني شو بتساوي؟ شو وين السحر بالموضوع؟ كيف انت بتزيل السم؟ اللي هو انا بدي اتخلص من شيء من الجسم، شو بساوي؟ بحوله لماده بولر. تعلموا معي ها، انا لما حاب اتخلص من شغله من الجسم، لما بدي اتخلص منها شو بساوي؟ بضيف عليها شيء عشان تصير بولر. لما تصير بولر الكلى تقدر تاخذها بسرعه وتخرج عن طريق البول. فاذا تتمحور عمليه الديتوكسيفيكيشن عن طريق اضافه شغله بولر، زي مين؟ زي الهيدروكسيل جروب او اتش. فانا كان عندي البويزن او السم وضفت عليه او اتش، شو بصير؟ بولر. فلما بصير بولر مباشره بيقدر يطلع، بصير سوليبل او ذائب اكثر، بروح برا فلاش اوت اوف ذا بادي. طبعا كيف؟ عن طريق انه بيطلع عن طريق الكلى، مع انها مش مكتوبه بس هي الفكره. أربعة، storage of calcium ions، تخزين أيونات الكالسيوم. هاي وين مهم أكثر شيء؟ في الانقباض العضلي. لما العضلة تنقبض تحتاج لشغلتين، ركزوا معي. لما العضلة حابة تنقبض تحتاج شغلتين، أول شيء طاقة، أكيد يعني واضح جدا أنت راح تبذل جهد فبدك طاقة. اثنين، كالسيوم. فإذا بدون إحدى هاي العاملين ما بتقدر تحرك العضلة. إذا أنت مش ماكل كثير مزبوط عضلاتك بتضمر أو بتصغر، وإذا ما عندك كالسيوم راح يصير في عندك تشنج عضلي لأنك مش قادر تنقبض. ف من وين انا بجيب الكالسيوم لما العضلات حابه تنقبض؟ من وين بجيب انا الكالسيوم؟ من السموث اي ار او السموث اندوبلازم كريتيكولم. فوين ام اصل سيل از ستيميليتد باي ان امبولس كالسيوم ايون رش اوت فروم ذا سموث اي ار تو ذا سايتوسول اند تريجر ذا كونتراكشن اوف ذا مسل. يعني بقول لك انه كانت العضله جالسه في امان وسلام، فجاه الانسان عبقري زمان وشو سوى؟ نط قدام اسد. هسه اركض اركض اركض، بده يهرب من الاسد، صح؟ شو بصير؟ مخ او الخلايا العصبيه بالمخ بتروح تودي كهرباء لوين؟ للعضلات، انه الحقوا هذا العبقر زمان، حطنا موقف يعني رح نودع شكلنا، مبدئيا ودعنا. فبتروح العضلات شو تساوي؟ مباشره بتطلع كل الكالسيوم اللي وين مخزن؟ قلنا بالسموث اي ار. مباشره بروح على الاكتين والمايوسين اللي هم البروتينات الانقباضيه وبتنقبض، ويعني نهرب ان شاء الله، نهرب يعني بتهرب لك شويه هيك من الخطر او غيره. In other cell types, release of calcium ion in the smoothie are trigger different responses such as secretion of vesicle, carrying out new synthesis proteins. بقول لك يعني مش شرط انه الكالسيوم اول ما نخرجه او نطلعه برا الخلايا مباشره يلا انقباض عضلي والسلام عليكم من هالقصص، لا. يعني الكالسيوم مش بس اختصاصه الكونتراكشن او انقباض، لا، مرات كمان له وظائف ثانيه في الخلايا، زي اخراج بعض الشغلات برا الخليه. يعني الخليه زي هيك وحابه تدفش هالفيسيكل لبرا الخليه، شو بتساوي؟ بتودي هالكالسيوم، الكالسيوم ثقيل بروح بتفشها لبرا، زي هيك يعني اخراج الفيسيكلز او الحويصلات، زي هيك في كثير وظائف له يعني ما بتهمناش احنا التفاصيل. طيب شوفوا شو بدنا نعرف احنا، شو لازم نبصم. اول شيء باللون الاصفر هذا مهم جدا، اذا وظائف السموث اي ار اللي هي السينثيسيس اوف ليبيدز، ميتابوليزم، ديتوكسيفيكيشن، وستورج اوف كالسيوم ايونز، تمام؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين انه السموث اي ار له علاقه بالعضلات والخلايا العضليه والانقباض، هاي مهمه جدا جدا. كمان السموث اي ار له علاقه بالهرمونات الجنسيه، تمام؟ السكس هرمونز مهمه جدا هاي. هذا هو اهم شيء اللي انا قاعد بلونه، هذا هو اهم شيء لازم نعرفه. هون طبعا صوره بتبين لنا اللي كنا نحكي عنه، هذا هون النيوكلير انفلوب، هاي هون اتصاله مع الرف اندوبلازم كريتيكولم. هون في عندنا احنا السموث اندوبلازم كريتيكولم، هاي هون الرف. طبعا كيف ميزنا؟ ان الرف مليان بقع وحبوب اللي هي شو؟ رايبوزومز. الغشاء اسمه سيستيرني، زي ما شايفين ممكن تيجي الصوره ها، فانت لازم تعرفوا السيستيرني. الفراغ شو اسمه؟ الاي ار لومن او السيستيرن سبيس وغيره، ويعني هالقصه بشكل عام. طيب اس الفانكشن اوف رف اي ار او الاندوبلازميك ريتيكولم، يعني هاي كلها بنعرفها. شو وظائف الرف اي ار؟ اللي هو تصنيع بروتينات وقصصها، تحديدا اي بروتينات؟ احنا قلنا البروتينات نوعين، اما افرازيه لبرا الخليه او لا تشتغل جوا الخليه. خابرين احنا شو كنا نقول؟ انه الرايبوزومز المتصله بالاغشيه اللي هم النيوكلير انفلوب وال رف اي ار، اكتبوا عندكم. فاذا الرايبوزومز الموجوده في النيوكلير انفلوب والرف اندوبلازم كريتيكولم راح تصنع هون بروتينات. لوين هاي البروتينات؟ سكرتيري، اخراجيه لبرا
الخلية، تمام؟ راح تشتغل برا الخلية. فبقول لك as the polypeptide chain grows from a ribosome that bound to the rough ER, the chain is threaded into the ER lumen. يعني بقول لك هيك بتصير قصة، طلع كيف هيك بكون ال ER. هون بتكون الرايبوزومز صنعت بروتين، هي بتصنع البوليبيبتايد، بترمي له وين؟ للومن. هذا هو الفكرة، تمام؟ طيب the ER lumen through a pore form the protein complex in the ER complex. عم بتكون هسه بال ER lumen، وهون بساوي complex او اللي هو تركيب معقد، هاي معناها بالعربي، بس انه لحد الان بدناش نعرف هاي القصه، احنا بس نفهم اللي انا بحكيه، بس فهم، انا ما في داعي نبسط كل شيء. The new polypeptide fold into the functional shape as enter the ER lumen. يعني اول ما يدخل ال ER lumen مباشره بخش شكله، احنا بنعرف انه البروتينات تاخذ شكلها صح، بتصير هيك مثلا ثلاث الابعاد او هيك، والشكل طبعا له علاقه بوظيفه البروتين. فهي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه the carbohydrates are attached to the protein in the ER lumen by enzyme built in the ER membrane forming glycoproteins. يعني بعد ما تم انتاج البروتين بعدل عليه شوي، بحط عليه حبه كم كربوهيدرات، هون اكسسوارات يعني اعتبروها، تمام؟ فاذا شو بساوي؟ انا بضيف كربوهيدرات على البروتين، تمام؟ كيف؟ هو بيكون بالاي ار لومن، هو بيكون بالتجويف صح؟ في على اطراف ال الاي ار اللي هو على الممبرين في عندك اي ار انزيمز، يعني عجقت الاسامي. خلينا نيجي هون، هاي صنعنا البروتين ونضيف عليه كم حبه كربوهيدرات، من وين؟ من انزيمات وين موجوده؟ على الممبرين، على الاخشي هو الموجوده، تمام؟ هو وين موجود البروتين؟ في اللومن، في التجويف صح، بس الانزيمات وين موجوده؟ على الاطراف. فبتروح تضيف عليه شويه كربوهيدرات، بصير اسمه جلايكوبروتين. شو معنى جلايكوبروتين؟ بروتين يعني انه في محتوى بروتين. جلايكو زمين زي جلايكوسيديك لينكج، رابطة سكرية. فإذا جلايكو معناها سكر أو كربوهيدرات صح؟ فإذا وين أنا بنتج الجلايكو بروتينز؟ اللي هو بنتجها باللومن تبع الـ ER. After secretory protein are formed, the ER membrane keeps them separate from the protein the cytosol which are produced by free ribosomes. طبعا لازم يكون في فصل بين البروتينات اللي هسه أنتجتها الـ ER هسه أنتجها والبروتينات اللي تم إنتاجها بالسايتوسول. ليه؟ لأنه تبعات السيتوسول رح يشتغلوا جوا الخلية، تبعات الاي ار رح يشتغلوا برا الخلية. سيكريتوري لازم يكون في فصل بيناتهم، يعني سيكريتوري بروتينز ديبيرد فروم ذا اي ار رابت ان ذا ميمبرينز اوف فيسيكلز. يعني اول ما نظبط البروتينات خلص امورها طيبة، بنحطها بالباكج اللي اسمه الفيسيكل وبنقلها للاورجانيل الثاني اللي هسه حندرسه، تمام؟ ترانسبورت فيسيكلز شو حويصلات هذول؟ اللي قلنا عبارة عن ناقل أو شغلات بقدر استخدمها لنقل الأجزاء من أطراف الخلية أو عبر أطراف الخلية، تمام؟ هذا معنى فيسيكل، اللي هي طريقة لنقل الرسائل أو نقل المواد بين طرفين في الخلية. هذه هي الوظيفة الأولى لمين؟ للرف إي آر اللي هو إنتاج البروتينات. الوظائف الثانية برضو لها علاقة شوي بإنتاج البروتينات، الأولى اللي هو ميمبرين فاكتوري فور ذا سيل، مصنع للخلية في إنتاج الأغشية. هسا البلازما ميمبرين إذا خبري كانت بتكون شغلتين، من فوسفوليبيدز صح؟ وبروتينز. من وين تجيب هالبروتينز؟ من هنا. فاذا هو عباره عن مصنع للخليه في انتاج الاغشيه. فالرف اي ار جروز ان بليس باي ادينج ميمبرين بروتين اند فوسفوليبيد تو اتس اون ميمبرين. فهو شو بساوي؟ مصنع للخليه في الاغشيه، وما بدنا غشاء هون بننتجه. يعني بنجيب شويه فوسفوليبيد على شويه بروتينات اللي بيتم انتاجها هون وبنركبها مع بعض، وين ما بدك تغشي بنقدر نوديها بالاجزاء الخليه. من ضمنها ميمبرين فوسفوليبيد، من ضمنها يعني صناعه الفوسفوليبيد. فبقول لك انزيم بلت ان ذا اي ار ميمبرين اسمبل فوسفوليبيد فور بريكرسر ان ذا سايتوسول. يعني تشتغل شوي زي السموث اي ار، انه بتقدر تمسك شويه فوسفوليبيد تم تصنيعها وتركبها شوي على شويه بروتينات وتوديها مثلا لوين؟ لبرا الخليه على شكل غشاء. فهمتوا كيف؟ يعني شوفوا الخص لكم اياها بطريقه ثانيه. وما بدك غشاء الرف اندوبلازميك ريتيكولم بقدر اصنعها. ليه؟ لان الغشاء عباره عن فوسفوليبيد وبروتينز. الرف اي ار بقدر اصنع البروتين صح؟ الفوسفوليبيد بتكون صنعت مثلا بالسموث اي ار وجبناها وحطيناها وركبناها عليها، فهمتوا كيف؟ فهو يعتبر مصنع للبروتينات، مصنع للاغشيه، سواء كانت اغشيه لاي شيء جوا الخليه او اغشيه للغشاء الخلوي تبع الخليه اللي جاي من برا، فهمتوا كيف؟ هاي القصه كلياتها. طيب ففي عندك انزيمات هون بتركب الفوسفوليبيد على البروتين وبتنتج الغشاء والغشاء بنوديه لبرا. طيب حلو، نسولنا هاي، نرجع لهاي اللي هون انتجت انا بروتين، حطيت عليه سكر، هسه جهزته، حطيته في فيسيكل، ضبيته بهالصندوق، وهسه بدي اوديه او بدي اشحنه للمنطقه الثانيه. شو اسم المنطقه الثانيه؟ اسمها الجولجي اباراتس. فنيجي للصوره اللي هون، انا اول ما انتجت البروتين مباشره بوديه للاورجانيل جنبه اللي هو شو اسمه؟ جولجي اباراتس. هسه جولجي اباراتس لازم اعرف عنه شغله واحده اللي هو انه شيبينج. شو يعني؟ يعني عبارة عن مركز شحن، بشحن الشغلات وبوديها لبرا الخلية، تمام؟
فالجولجي ابارات عباره عن شيبينج سنتر، تمام، مركز لايش؟ للشحن. افتر ذا فيسيكل ليف ذا اي ار، بعد ما تم انتاج الحويصلة اللي هو الصندوق اللي بيحتوي على البروتين بدي اياه، وين تم انتاجه؟ بالاي ار. راح ننقله لوين؟ لجولجي. بجولجي اباراتس شو راح يساوي؟ هذا مركز شحن وشويه تعديلات. كيف يعني؟ جبت انت الصندوق، اول شيء نحط عليه ستيكر انه والله تم انتاجه في خليه مهند مثلا، بعد هيك بنظبط الصندوق شوي، بعد هيك بننقله للهدف النهائي. فمثلا شو بيساوي جولجي؟ اول شيء موديفاي برودكتس اوف ذا اي ار، بيعدل له حبتين هيك على شو ما تم انتاجه في الاي ار. مانيفاكتشر سيرتن ماكرو مولكيولز، كيف؟ عن طريق انه بصنع كم نوع من الماكرو مولكيولز وبضيفها على مين؟ على البروتين او اللي تم انتاجه من الاي ار. سورتس اند باكج ماتيريال انتو ترانسبورت فيسيكلز، بعديها بيمسك المنتج النهائي اللي هو البروتين النهائي، بحطه في باكج او ظروف وبوديها عن طريق نواقل لوين؟ لبرا الخليه. سبيشال اكستنسيف ان سيل سبيشلايت فور سكريشن، هذا بلاقيه كثير كثير في الخلايا المتخصصه في الاخراج، تمام، زي نفس الخلايا اللي بتنتج كثير بروتينات اللي هو زي مثلا البانكرياس وغيره. كونسيست اوف فلاتنت ميمبرين ساكس كول سيستيرني، يعني بتكون من اثنائات زي الاي ار اسمها السيستيرني. كيف انا بتذكرها؟ ما هم الاثنين يا اخوان ملزقين ببعض، فالجولجي اباراتس بتكون من نفس الشغلات تقريبا اللي كانت فيها وين؟ اللي كانت موجوده وين؟ في الاي ار، تمام. مولكيولر ايدنتيفيكيشن تاج such as فوسفيت جروب ادد ان ذا جولجي برودكت ايد ان ذا سورتنج، يعني في هذا مركز شحن صح؟ فمركز الشحن زي ما قلنا بكون هيك الصندوق بحط عليه ستيكر انه هذا اشحنوه لامريكا، هذا الستيكر اشحنوه لبريطانيا، هذا لالمانيا. فكيف بتساوي القصة؟ طبعا احنا ما عندناش دول، احنا نشحن لمناطق مختلفة من الخلية، كيف؟ او برا الخلية عفوا، يعني هذا ودوه للكبد، هذا ودوه للقلب. طب كيف بتساوي هالقصة؟ يعني عن طريق انه تحط عليهم تاكس، علامات تجارية، يعني هيك عمان تاكس علامات، تمام، زي ايش؟ مثل مجموعة فوسفيت وهكذا. هاي العلامات بتساعد في الافراز والفرز تبع هاي المواد، انه هذا افرزه للقلب، هذا افرزه للرئه، هذا افرزه زي هيك. له جزئيتين، عنده السيس فيس والترانس فيس. السيس فيس اللي هو الريسيفينج ديبارتمنت اوف ذا جولجي اللي هي لوكيتد نير ذا اي ار. هسه او خلينا نشوف الصوره هون، هون زي ما انتم شايفين في عندنا احنا السيس فيس والترانس فيس. السيس اللي هو هاي، الترانس اللي هو هذا، يعني الوجه السيس وجه الترانس. وجه السيس هذا الوجه المستقبل، مستقبل من وين؟ من الاي ار، اذا هذا بجنب الاي ار، هي هون الاي ار. الترانس فيس هذا البعيد عن الاي ار، هذا الاخراجي اللي بودي لبرا، فهمتوا كيف؟ فاذا الجولجي ابراتس له سيس فيس وترانس فيس. السيس اللي هو الريسيفينج المستقبل، من وين مستقبل انا؟ من الاي ار، فاذا هذا على لوكيتد نير ذا اي ار بجنب الاندبلازك ريتيكولا. الترانس فيس هذا عباره عن الجزء البعيد، هذا البعيد شو بيساوي؟ هذا البعيد بمسك اللي ما تم انتاجه بودي لبعيد لبرا الخليه مثلا. فسيس فيس حكيناها، سيس معناها on the same side، على نفس جهة مين؟ على نفس جهة الـ ER، تمام، هذا معنى سيس، إنه أنا على نفس الجهة، لمين؟ للـ ER، هذا هو معنى. Vesicles from the ER fuse with the membrane of the cis and the contact its lumen phase. أسف شو حكوها كمان شوي. Trans phase هو shipping department، وجزئية الشاحنة، هاي تشحن شغلة لبرا، خلاص. Trans means on the opposite side، على الوجه العكسي، أو البعيد، لمين؟ البعيد للـ ER، يعني مرجعنا للـ ER، إذا أنا قريب له اسمي سيس، إذا بعيد عنه اسمي ترانس. gives rise to vesicles that pinch off and travel to other sites، يعني بيعطينا حويصلات لوين؟ هاي بتروح لبرا او بعيد عن الاي ار. خلينا نجمع كل شيء حكينا. فعندنا احنا الاندوبلازم كريتيكولم هي هون، فعندنا الجولجي اباراتس هي هون. الجولجي اباراتس له سيس فيس هي بلون برتقالي، وفعندنا ترانس فيس هي بلون الاخضر. السيس لو قلت لك هل هو يستقبل ام يفرز؟ بتقول لي يستقبل من وين؟ من الاي ار. فاذا الفيسيكلز بتم انتاجها بالاي ار، شو مسارها وين تروح؟ بتروح للسيس فيس، تمام. هون بصير في تعديلات 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 اللي حكينا عنها. خلصنا تعديلات، يلا هسه يا اخوان نروح للترانس فيس. هي ترانس فيس باللون الاحمر. الترانس فيس هذا الاخراجي، هذا الشيبينج، هون الحويصله جاهزه وبتروح بيتم اخراجها وافرازها لوين ما احنا كنا ناويين نودي الحواصل هاي، تمام. طبعا هذا صورة تحت الالكتروميكروسكوب كيف نميزه، مليان فقاقيع، وهذا هون زي ما انتم شايفين سيس، هذا هون الترانس، تمام. طبعا لو كيف بدك تميزوا بيناتهم صعب كثير يعني، بس انه هاي هون الترانس كيف ميزها؟ لانها طالعه بعيد، شايفين في حبات تطلع لبرا، هذا قاعد بدخل اللي له، اللي بدخل له هذا السيس، اللي بخرج منه هذا الترانس. طيب على كل هسا اللايزوزومز، اللايزوزومز عبارة عن digestive compartment، يعني أماكن هضم. خلصنا قصة
بروتينات واخراجها، هي هيك خلاص طلعناها برا الخليه. هسه نروح لقصه ثانيه اسمها اللايزوزومز. شو معنى اللايزو؟ لايزو من ليتك، جايه من كلمه ليتك. شو معنى ليتك؟ اللي هو بريك داون، تكسير، صح؟ مش كنا نقول هايدروليسيس او ليتك، صح؟ هايدروليتك رياكشن، هايدروليسيس الكسر باستخدام الماء. فاذا اللايزو معناها كسر، سوم معناها الجسم، فاذا الجسم الحال او الكاسر هذا معناه. فاذا هذا شو وظيفته؟ دايجستيف، دايجستيف كومبارتمنت، يعني منطقه او كومبارتمنت يعني منطقه للكسر او التكسير او الهضم. فهي عباره عن ميمبرين الساكس اوف هايدروليتك انزيمز، يعني هي عباره عن ساكس، عن حويصله، تمام، غشائيه زي هيك. هذا معنى ميمبرين الساكس، تحتوي على انزيمات هاضمه، هايدروليتك انزيمز، used to digest hydrolyzed macromolecules، تستخدم لهضم الماكرومولكيولز. شفنا بروتين من كسره، شفنا كربوهيدرات من كسره، وهكذا. its enzyme work best in the acidic environment، تشتغل انزيماتها افضل شيء في البيئه الحمضيه المولده جواتها. فالبي اتش 1 بتكون ايش؟ اقل من 7، تمام، يعني 6 5 4 زي هيك. عشان ليه؟ لانه الانزيمات اللي جواتها هيك بتشتغل على البيئه الحمضيه. If a lysosome leaks its contents, the release enzymes are not very active because the cytosol is near neutral pH. يعني بقول لك طب مش هذا إشي خطر يا مهند الخلية تكون موجود جواتها؟ يعني هاي هنا lysosome، تمام؟ هاي lysosome فيه انزيمات هاضم، وهذا إيش؟ الماكرومولكيول. فلنفترض ثقبت زي هيك، اتحررت الانزيمات، مش هسه الانزيمات ممكن تاكل الخلية؟ بقول لك لا. طب ليه؟ لأنه إحنا قلنا إنه جوا lysosome pH شو مالها؟ أقل من 7، صح؟ حمضية. هذا بفيد في عمل الانزيمات هاي. بقول لك هاي الانزيمات لو تحررت لبرا، البي اتش تبعت السيتوسول قديش؟ اكبر من 7 او تساوي 7، تمام؟ فبالتالي مش بيئه نفسها، فبالتالي هاي الانزيمات مش بتعود على البيئه هاي، البيئه متعادله، فما راح تعرف تشتغل وراح تخرب. فهمتوا كيف؟ طيب يعني هذا السؤال بيسالك اياه، يعني لو اللايزوزوم اللي هو عضو خطير جدا هذا المليان انزيمات هاضمه، لو تسرب عادي ما فيش مصيبه، مش مشكله كبيره يعني. طيب اوكي، not found in plant cells، مش موجوده وين؟ في الخلايا النباتيه، لانه الخلايا النباتيه ما بتهضم زينا، صح؟ انا هيك بتذكرها، مع انه مش 100% علميا صح، بس هيك انا بتذكر انه احنا طنهارنا يعني نقدر ناكل وغيره، فلازم نهضم، بينما النباتات لا، ما عندهاش. Hydrolytic enzymes analyze zonal membrane are made of the rough endoplasmic reticulum and then transferred to Golgi apparatus for further processing. هاي عباره عن انزيم، صح؟ فاللايزوزوم هيك شكله غشاء ميمبرين الساك، وجواته في عنا هيدروليتك انزيمز. احفظوا الوصف، ها، ميمبرين الساك هيدروليتك انزيمز. من وين جبنا هالقصه يا اخوان؟ الانزيمات والاخشي من وين بتجيب هنا؟ مش الانزيمات عباره عن بروتينز، والاخشي هي بتيجي من الاندوبلازميك ريتيكولم، فاذا هذول عباره عن حويصله جبتها انا من الرف اندوبلازميك ريتيكولم، صنعنا الانزيمات، حطينا عليها سكر، ضفنا الكربوهيدرات كذا، امورها طيبه، بعدين وديتها لجولجي عدلنا عليها شوي، بعدين افرزناها لجوا او برا الخليه زي ما انتم شايفين هون. هو بالعاده تطلع لبرا. طيب فهمتوا كيف فكرتها؟ هسا شو بتساوي هاي اللايزوزومز؟ اول اشي عمليه الاوتوفاجي او سيلف دايجشن، التدمير الذاتي، done by the hydrolytic enzymes of the lysosome recycle the cell on organic material. بقول لك انت على سبيل المثال كان في عنا مثلا مصنع خربان في الخليه، زي مثل الميتوكوندريا. طبعا مفرد ميتوكوندريا ميتوكوندريون، فهذا مكتوب عندكم، هذا المفرد. كان في عندنا حبه واحده منها وخربانه، خربت. هل من المنطق نخليها جوا الخليه؟ لا، بقول لك نهضمها ومنكسرها وبناخذ بقاياها وبننتج منها مصنع جديد. فبتجيب انت اللايزوزوم وبتدمجها فيها الحويصله اللي بتحتوي على العضيات الخربانه، وبنكسرها بتنتج المواد الاوليه، وهذه المواد الاوليه بنروح بنستخدمها مره ثانيه في صناعه مصنع جديد او ميتوكوندريا جديده بحالتنا. هاي العملية شو بنسميها؟ الاوتوفاجي. اوتو معناها ذاتي، فاجي فاجو معناها اكل او التهام، التهاب. فاذا اوتوفاجي اي الالتهام او تدمير الذاتي، هون بندمر جزء منه. بس ليش؟ السبب لانه خربان. كيف بتصير هاي؟ عن طريق الانزيمات الموجودة في اللايزوزومز. شو اسمها الانزيمات؟ هايدروليتيك انزيمز. اوك تخربط. طبعا ليش اسمها هايدروليتيك انزيمز؟ لانها بتساوي هايدروليسيس، بتكسر. طيب فمثلا بقول لك دامج اورجانيل، عضي صار فيه ضرر او خربان، بتحاط بيه طبقه ثنائيه من الغشاء، بعد هيك بروح بدمجه مع لايزوزوم. فاذا انا في عندي عضي خربان، او شو بحيطه بغشاء؟ هي عضي خربان، بحيطه بغشاء، بعدين بجيب لايزوزوم وبدمجه فيه. وهيك السيل كونتينيولي رينيوز اتسلف، وهيك الخليه بتظلها تجدد من نفسها مره واخرى، عشانها بتكسر العضي الخربان وبتروح تبني من بقاياه مصنع جديد او عضي جديد.
excessive leakage from a large number of lysosomes can destroy the cell by autophagy. يعني ممكن انه كثير لايزوزومز نفس الوقت يخربوا ويهجموا على كثير عضيات بنفس الوقت ويكسروها كليات، انه هذا بدمر الخليه، تدمير ذاتي للخليه. طيب هون عندنا صوره، بس حكيت انا اغلب الشغلات. طبعا الوظيفه الثانيه لإلها هم مش مكتوبه هون، مذكور المفروض اني ذكرت فوق الوظيفه الثانيه له، هاي الوظيفه الاولى. الوظيفه الثانيه انه نجيبه لما نجيب احنا اكل، تمام، وانه حابين نكسر هذا الاكل ندمج بين اللايزوزوم فبتكسر. فشو لازم انا اتذكر عن اللايزوزوم؟ اللايزوزوم عباره عن هيدروليتيك انزيمز وموجوده في فيسيكل او حويصله، تمام. شو بتساوي؟ هيدروليسيس، بتكسر. شو لها وظيفتين؟ الاولى هضم الاكل، الثانيه اوتوفاجي، تمام. اوتوفاجي اللي هو شو معنى اوتوفاجي؟ الهضم الذاتي، اللي هو انك تاخذ انت شغلات خليه خربت وبدهاش تستخدمهم وتروح تجددهم، تكسرهم وتستخدم اساساتهم لبناء وحده جديده او عضو جديد. فانا مرض مهم جدا اسمه تاي ساكس ديزيز، هو انهيريتد لايزوزومال ستورج ديزيز، خلل في تخزين اللايزوزومز. بقول لك ليبيد دايجستنج انزايم از ميسنج اور ان اكتيف، ذا برين بيكمز امبيرد باي ذا اكيوميليشن اوف ليبيدز ان ذا سيل. يعني بقول لك انه شو هو فكره تاي ساكس ديزيز؟ انت بكون عندك خلل في اللايزوزومز، فبالتالي ما بتهضم زي العالم الناس. فبالتالي بيقول لك ان الليبيد دايجستنج انزيم، انزيم مسؤول عن هضم الليبيدز، بيكون ناقص. فبالتالي الليبيدز راح تظلها تتراكم بالخلايا، خاصه وين؟ خلايا الدماغ اللي هي خلايا دهنيه مليانه دهن يعني، وبالتالي هاي الخلايا راح يصير فيها خلل وغيره. فهمتوا القصه؟ يعني ممكن شوي معقد لكم. هذا اللايزوزوم قلنا وظيفته الهضم صح، وتكسير شغلات. بيقول لك براتاي ساك ديزيز جزء من هاي الانزيمات اللي بتكسر خربان، اللي هو اي واحد مسؤول عن هضم الدهون. فبالتالي هاي الخلايا لما تاكل كثير اكل وبيحتوي على دهون ما راح تعرف تكسر الدهون، فالدهون راح تظل تتراكم 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 جوا الخلية وراح تخرب الخلية. هذا فكرته. فاللايزوزوم بيكام انجورجد وذ انديجستبل ماتيريال اند بيجن انترفير وذ ذا سيلر اكتيفيتي. فاللايزوزوم راح تبلش تنتلي بالشغلات الغير مهضومة اللي هي الدهون، وراح تظلها تأثر على عمل الخلية وبالتالي تخربها. الفاكيولز هي عبارة عن دايفيرس مينتنس كومبارتمنت. هسا اول شيء فاجوسايتوسيس، هسه حكينا كلمة فاجي فوق شو معناها؟ قلنا اوتوفاجي الالتهام الذاتي او التدمير الذاتي. فالفاجوسايتوسيس فاجو معناها الاكل، سايتوسيس الخلوي، فاذا الاكل الخلوي، فهو عبارة عن انجولفينج سمولر اورجانيزم اوف فود اور بارتيكل، عبارة عن انك انت تاكل شغلات، طبعا مش انت، الخلايا تاكل شغلات صغيرة وغيره من اكل وغيره. بقول لك الفاكيولز ار لارج فيسيكل درايفد فروم ذا اندوبلازميك ريتيكولم الجولجي ابراتس. يا اخوان باشر شفت فيسيكل او حويصل المويه جبتها انا من الاندوبلازميك ريتيكولم الجولجي، اتفقنا عليها قبل. هون اغلب الاشياء بتصنيعها ار ذا انتجرال بارت اوف ذا سيل اندو ميمبرين سيستم، جزء لا يتجزا من الاندو ميمبرين سيستم، وحكيناها فوق برضه. ذا سوليوشن انسايد ذا فاكيول ديفر فروم كومبوزيشن فروم ذا سايتوسول. يعني السائل هسه الفاكيول هيك بشكلها، جواتها محلول يختلف عن الموجود براها زي السايتوسول مثلا، يعني فيها محلول خاص. هذا هو الفكره. إلى كثير كثير وظائف جوا الخلايا. أول شيء أنواع الفاكيولز، فعنا الفود فاكيول اللي هو الحويصلة الطعام، هاي هون فيها أكل من اسمها. فإذا فاجوسايتوسيس then fuse with the lysosome whose enzyme digests the food. Digestion product includes simple sugar, amino acid وغيره. فبقول لك إنه الفود فاكيول عبارة عن حويصلة مليانة، طبعا الحويصلة أو الفاكيول عبارة عن هاي الفيسيكل صغيرة، الفاكيول إشي كبير، تمام؟ هذا الفرق بيناتهم. فهاي الفاكيول الكبيره بتكون مثلا فيها اكل، قلنا مباشره عندك انت اكل بدنا نهضمه، كان نهضمه ونجيب لايزوزوم، واللايزوزوم بتدخل بهالانزيمات الهاضمه وتكسر الاكل لقطع صغيره. شو القطع الصغيره تطلع معك؟ المونومر اللي هم السيمبل شوجر، الامينو اسيد وغيرهم من المونومر، تمام؟ شغلات مش حفظ يعني، بس لازم نعرف انه في عندنا شغله اسمها الفود فاكيول، وقصتها انها بتيجي من عمليه الفاجوسايتوسيس او الاكل الخلوي. هون بكون في عندنا حويصله مليانه اكل، بجيب انا لايزوزوم تساعد في الهضم. هذا هو الفكره كلها لازم نعرفها. في عندنا هسه الكونتراكتال فاكيول، ركزوا، كونتراكتال يعني بتنقبض، فبسيط جدا. فاذا هاي وظيفه الانقباض، فاذا هاي بنلاقيها ب يونيسيلولر، وحيده خليه، يوكاريوتس، فخلايا حقيقيه النواه وحيده الخليه، زي مين؟ زي الباراميسيم. هي هون هاي الكونتراكتال فاكيول، شو وظيفتها؟ طلعوا كيف هي الكونتراكتال فاكيول، زي ما شايفين شيء كبير جدا صح، لحد انه ماخذ جزء من كبير من الخليه. بقول لك الباراميسيوم بدخل كثير كثير سوائل له، تمام؟ يعني هو كائن او خليه بتضلها تدخل له كثير كثير سوائل، فهاي السوائل بالاخير راح تذبحه وراح تغرقه. فكيف هو بيحمي نفسه؟ عن طريق انه عنده كونتراكتال فاكيول، كل ما تتجمع سوائل زياده تنقبض هاي وبتكحش سوائل لبرا. بس هاي هي فكرتها. فاذا شو وظيفتها هنا؟ وظيفتها مينتيننس
suitable concentration of ions and molecules in the, inside the cell. يعني وظيفة تحافظ على الخلية، كيف تحافظ على تركيز الأيونات والسوائل وغيرها من المواد جوا الخلية. وهي ضربت لكم مثال الباراميسيوم. فانا السنترال فاكيولز هاي بلاقيها بالبلانتس والفانجاي، فخلينا نراجع بالله شوي. الفود فاكيولز هاي تتولد من عمليه الفاجوسايتوس او الاكل، وطبعا مندمجه زي ما قلنا مع اللايزوسوم. الكونتراكتال فاكيولز بلاقيها باليوني سيلولار سيلز زي الباراميسيوم، تمام، شو وظيفتها؟ تضخ مثل السوائل لبرا. فعندنا السيل سنترال فاكيولز هاي وين بلاقيها؟ بالبلانتس اند فانجاي، بالفطريات والنباتات. هاي شو وظيفتها؟ هولد اورجانيك كومباوند اند ووتر، بتحافظ او مركز زي ثلاجه بتخزن فيها اكل وشرب، تمام. طبعا هاي صوره سنترال فاكيول، شايفينها؟ هاي هي هو بتخزن الخلايا النباتية أكلها وشربها. طيب certain vacuoles carry out enzymatic hydrolysis، يعني ممكن يكون في بعض الفاكيولز شوية انزيمات هاضمة، يعني زي مين؟ زي اللايزوزوم مثلا، يكون فيها شوية وظيفة زي هيك. In plants small vacuoles can hold reserve of important organic compound، بالنباتات الصغار الفاكيولز الصغار بيكونوا مراكز احتياط او تخزين للمواد العضويه، ممكن تحتوي على صبغات زي الريد والبلو بيجمنتس اوف بيتل ذات هيلب اتراكت بولنت انسكتس، يعني بيكون في عليها شويه صبغات زي الاحمر والاصفر وغيره. طب شو بتفيدها الصبغات؟ تجذب الحشرات عشان عمليه التلقيح للنبات، صح؟ مش مهمه جدا عمليه التلقيح للنبات، فممكن انها وظيفه هنا. وهيل بروتكت بلانت اجينست هيربيفورس او الاكلات الاعشاب باي ستورينج بويزنس كومباوند، يعني ممكن تخزن هنا ايش؟ مواد سامه، بحيث انه لما تيجي اكلات الاعشاب زي الابقار والاغنام وغيره وتاكل منها تتسمم، فالابقار تخاف مره ثانيه تاكل من هالنبته، وبالتالي بتحمي نفسها هاي الخلايا والكائن النباتي هذا اللي بيستخدم هاي التقنيه. Mature plant cells generally contain a large central vacuoles. الخلايا النباتية أول ما تكبر تكبر تنضج بكون دائما عندها central vacuole وكبيرة زي ما تشايفين هون، ماخذ جزء كبير من الخلية. Which developed by the coalescence of smaller vacuoles. كيف اجت هاي central large vacuole؟ هاي الكبيرة من وين جت؟ كان عندك small vacuoles صغار وهي شابة، كانت زي هيك عندها 20 30 حبة small vacuole. كل ما تكبر بتبلشوا يندمجوا مع بعضهم البعض فتتولد معك الحويصل الواحد الكبيرة اللي احنا شايفينها هون. ولها زي ما قلنا وظيفة جدا جدا مهمة في النباتات، من تخزين لا حماية ولا غيره من الوظائف. سلساب عصارة الخلية اسمها، يعني تقدر تفهم انه solution inside the central vacuole، هو اشي جوا central vacuole، عصارة سائل. Is the plant cell main respiratory of inorganic ion including potassium and chloride، وتمثل مخزن مهم جدا جدا للخلايا لا خاصة الايونات زي البوتاسيوم والكلور او الكلورين اللي هو الكلورايد. فالاندو ميمبرين سيستم ريفيو، نراجع هيك بعد مجموعه المصطلحات بالطبع مع كل هاي الصفحه اللي هو او الصوره هاي عشان نراجع مع بعض ايش احنا فهمنا. قلنا اول شيء في عندنا النيوكلير انفلوب، النيوكلير انفلوب بيحتوي على رايبوزومات بينتج لنا بروتين. في عندنا الرف اندوبلازميك ريتيكولم برضه بينتج لنا بروتين. فعندنا سموث اندوبلازميك ريتيكولم كان له كثير وظائف، منها شو؟ ميتابوليزم اوف كربوهيدرات، صح؟ برودكشن اوف ليبيدز، اي واحد اي ليبيدز كانوا 6 هرمون، صح؟ كمان ديتوكسيفيكيشن ازاله السموم، تخزين ايونات الكالسيوم. طيب بالرف اي ار بعدها يتم انتاج البروتين بنوديه عن طريق السيس جولجي، مستقبله بعدل عليه شويه، بعدها بيتم اخراجه عن طريق الترانس جولجي. في عندنا احنا اللايزوزوم، اللايزوزوم مليان شو؟ هيدروليتيك انزيمز. في عندنا كمان شو درسنا كمان؟ الفاكيولز، وفي عندنا الفيسيكلز. الفاكيولز اللي هو قلنا في عندنا سنترال فاكيول بلاقيها بالنباتات، في عندنا كونتراكت الفاكيول بلاقيها بالباراميسيوم او اليونيسيلر يوكاريوتس. وكنا كمان شو نلاقي؟ الفود فاكيولز بتتكون عن عمليه الفاجوسايتوسس. هاي راجعت لكم كل شيء بدنا اياه احنا. As the membrane moves from the ER to the Golgi then otherwise the composition of metabolic function are modified. حكينا عنها حكينا عنها حكينا عنها، وهي شو؟ احذفوها، حكينا عنها يعني قبل فوق، فيش داعي نبصم شيء. طيب طيب نكمل كمان، بدنا مش ماشيين الساعة، خلينا نكمل هاي الجزئية، اتوقع في الصفحات بس يعني خفيف لطيف ترى سهلات. نروح هسه للجزئية الجديدة من من او اجزاء ثانية من الخلية. حكينا على الاندوميمبري سيستم كل اجزائه وافراده، هسه نروح للميتوكوندريا والكلوروبلاست اللي هم عبارة عن مصادر لانتاج او تكسير المركبات وبالتالي الطاقة. هسا اول شيء الميتوكوندريا، نروح اول شيء للميتوكوندريا. الميتوكوندريا عباره عن كيميكال انرجي كونفرجن، يعني عباره عن مصنع منتج طاقه. هسا كيف شكل طاقه بالخليه؟ عباره عن اي تي بي
ماده اسمها الاي تي بي او الادينوسين تراي فوسفيت. هاي الاي تي بي هاي عمله تخليل الطاقه، زي ما عندنا احنا الدينار الاردني او الدولار، بدك تشتري شيء بدك تجيب دولار او دينار صح؟ نفس السيستم، الاي تي بي هي عباره عن عمله الخليه اذا حابه تشغل شيء او حابه انها تساوي عمليه معينه بتصرف منها اي تي بي. مين بينتج الاي تي بي؟ شغله اسمها الميتوكوندريا اللي هي البنك المركزي بالخليه، تمام؟ الميتوكوندريا found in nearly all eukaryotic cells, plants, animal, fungi, most unicellular eukaryotes. يعني بلاقيها انا في اغلب حقيقيه النواه، سواء كانت حيوانات، نباتات، فطريات، اغلبهم هيك بتلاقي بيهم الميتوكوندريا. At the site of cellular respiration توجد فيها عمليه التنفس الخلوي، هاي مهمه جدا، هاي ملحوظه، تمام؟ عمليه التنفس الخلوي وين بتصير؟ في الميتوكوندريا. طب شو عمليه التنفس الخلوي؟ هي عمليه كيف احنا تخيلوا تفاعل احتراق، تمام؟ تفاعل الاحتراق هسه بناخذ احنا شيء بنزين صح؟ ونضيف عليه شوية أكسجين، وهذا بيؤدي لإنتاج حرارة وطاقة صح؟ نفس السيستم حرفيا هذا هو اللي بصير في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا بتجيب أكسجين، فبالتالي شو بتساوي؟ بتتنفسه، فشو بنسمي العملية التنفس الخلوي، إنه الخلية تنفست أكسجين. وبنجيب سكر اللي هو مصدر الطاقة اللي هو البنزين تبعنا، نحرقهم وهذا بيؤدي لإنتاج الـ ATP أو الطاقة. هيك العملية أصلا هي بتصير. يعني أنا فصلت شوية زيادة مني بس عشان تكونوا فاهمين ليش بنسميها هيك هالعملية. فاذا عملت التنفس الخلوي شو هي؟ عمليه بناخذ ميتابولايتس زي الكربوهيدرات وبنضيف عليها اكسجين نحرقها بيعطينا اي تي بي. قديش حجمها؟ من 1 ل 10 مايكرو. طبعا الارقام مش كثير كثير مهمه، يعني انت اذا فاضي تحفظها احفظها اكيد، بس انه مش كثير كثير مهمه. فاذا قديش حجمها؟ من 1 ل 10 مايكرو، يعني حجمها شوي كبير. Some cells have a single large mitochondrion، يعني بعض الخلايا بيكون عندها ميتوكوندريون واحد، فبتكون زي هيك الخليه عندها ميتوكوندريون واحد زي هيك مثلا. بعض الخلايا لا بيكون فيها كثير كثير ميتوكوندريا، يعني مش شرط يكون عندك حبة أو عشرة. طيب more often a cell has hundreds or even thousands of mitochondria. The number correlates with the cell level of metabolic activity. يعني الخلايا ممكن يكون عندها مئات، ممكن يكون عندها آلاف من الميتوكوندريا. على إيش بعتمد الرقم؟ على قديش نشاط الخلية. يعني بالمنطق تقدر تفكر بيها، نشاط الخلية عالي بيكون عندها كثير ميتوكوندريا، كثير مصانع طاقة. نشاط الخلية قليل بيكون عندها عدد قليل من مصادر الطاقة أو الميتوكوندريا. Bound by double layer outer membrane smooth inner membranes convoluted. أنا أوريك صورة إلها غشائين، غشاء البرة اللي هو هاي هون أملس، طلع الصورة أملس صح؟ هذا بنسميه الأوتر ميمبرين. الغشاء الداخلي اللي هو هاي هون فيه انثناءات، شايفينها؟ فهو convoluted مليان انثناءات. طيب خلينا نرجع لهون. فالاوتر ميمبرين سموث املس، الداخلي الكونفولوتد. شو اسم الانثناءات؟ هناك كنا نديها سيستيرنا بالاي ار والجولجي، هون شو بنسميها؟ كريستي، تمام؟ الكريستي. فالكريستي عباره عن انثناء، وين بلاقيه؟ بالميتوكوندريا، مشان الله لا تخربطوا بيهم. ها سيستيرنا انثناء بلاقيه بالجولجي، انثناء بلاقيه بالاي ار. بينما الكريستي او الكريستا مفرد هو وين بلاقيهن؟ فقط في الميتوكوندريا. هي عباره عن فولدز، وين؟ بالانر ميمبرين اوف ذا ميتوكوندريا، تمام؟ او ميتوكوندريا. Give the inner mitochondrial membrane a large surface area. هسه لما تشوف اي انثناء بالطب، هاي قاعده مش بس بهالماده، الله اكبر الله اكبر، كل حياتك الطبيه لما تشوف شغله مليون انثناء فيها اعرف انه زدنا مساحه السطح، اللي هو المصطلح اللي حكينا عنه احنا بالمحاضره الماضيه. فاذا شو وظيفه زياده الانثناءات هاي؟ large surface area، زياده مساحه السطح عشان تشتغل الانزيمات، عشان تنتج كثير كثير طاقه. فهمتوا كيف؟ وبالتالي تزيد قدرتنا على عمليه التنفس الخلوي او اللي هو عمليه انتاج الطاقه. فهمتوا كيف؟ فانثنات كثيرة، كثير انزيمات، كثير طاقة، كثير تنفس خلوي. بس The inner membrane divide the mitochondria into two internal compartments, the intermembrane space and the mitochondrial matrix. هاي شوي بدها، أو خلنا نشرح لكم إياها بتعرفوا شوي بتغلب هي، بدكم تركزوا. شوفوا أول شيء في عنا الـ outer membrane، في عنا الـ inner membrane، أو خلنا نشرح لكم إياها هون بعدين نيجي للصورة أقول لكم. طلعوا كيف أرسموها عندكم. ها هسه في عندنا الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين اللي هو السموث الاملس، ها هذا الاوتر ميمبرين. في عندنا بعدها الانر ميمبرين اللي هو المليان كونفلوتد اللي هو فيه الكريستي. بيناتهم في عندك انت شو؟ انا في عندي اوتر ميمبرين انر ميمبرين، شو بيناتهم؟ انتر ميمبرين سبيس، المسافه بين الغشائين. يعني في عندنا الانتر ميمبرين سبيس. طيب جوا السيستير ذي في عندنا فراغ، شو اسم هذا الفراغ؟ الماتريكس، الميتوكوندريال ماتريكس. فاذا بين لو او سؤال، شو الفرق، شو اسم المنطقه بين الاوتر ميمبرين والانر ميمبرين؟ اسمها الانتر ميمبرين سبيس. طيب شو اسم المنطقه داخل السيستيرني او الكريستي عفوا
او جوا الانر ميمبرين، شو اسمها؟ الميتريكس او الميتوكوندريال ميتريكس. طب لو قلت لك شو اسم الفاصل بين الانتر ميمبرينس سبيس والميتريكس اللي هو مين؟ الانر ميمبرين. شايفين كيف الصوره عجق شوي بس هيك لازم احنا نرسمها ونتخيلها. نيجي للصوره اللي هون، فعن احنا الاوتر ميمبرين الانر ميمبرين هي هون الفراغ اللي بيناتهم، شايفين هذا الفراغ؟ هذا الفراغ اسمه الانتر ميمبرين سبيس. هي فعن اوتر ميمبرين انر ميمبرين انتر ميمبرين سبيس. جوا الانتر الانر ميمبرين هذا جواته هاي هون شو صرنا؟ ماتريكس. تمام اوكي. ف الانر ميمبرين بيفصل ما بين الماتريكس و الانتر ميمبرين سبيس. شو الانتر ميمبرين سبيس؟ عباره عن فرق بين الانر والاوتر ميمبرين حكيناها. الميمبرين انتر ميمبرين سبيس عفوا الميتوكوندريال ماتريكس عباره عن منطقه مغلقه موجوده للداخل من وين؟ من الانر ميمبرين. هاي الماتريكس، ماتريكس جوا الانر ميمبرين حكينا عنها برضه. هاي تحتوي على الانزيمات، هاي منطقه الميتوكوندريال ماتريكس مهم جدا، تحتوي على الانزيمات، تحتوي على رايبوزومات، تحتوي على ميتوكوندريال دي ان اي، تحتوي على دي ان اي. تخيلوا يعني اذا خابرين بالمحاضره الماضيه قلت لكم موست دي ان اي وين بلاقيه؟ بالنيوكليوس. طب وين الريست؟ وين الباقي؟ هيها في الميتوكوندريا، وطبعا راح ندرس كمان بالكلوروبلاست. طيب اقول خلينا نوقف هون، هيك خلصنا احنا المحاضره او بارت او جزئيه هاي منها. بكمل لكم انا الجزئيه الباقيه في الفيديو القادم باذن الله. يعطيكم الف عافيه.